مرحبا، جولتنا اليوم رح تكون بمدينة بورصة، ونحن حاليا بطريقنا لهي المدينة، ومثل ما لكم شايفين رح نركب بالسفينة البحرية. قديش إلك عايشة هون بمدينة بورصة؟ تقريبا حوالي شي سنتين ونص. بس 32؟ هي 32 البيت وقت ما فيه حدا ابدا. لاحظت هون انه كل العاملين بهذا المحل هن سوريين.